نبحث هذا التقرير الأخير وماذا يعنيه وكيف يؤثر فعلا على هذه المفاوضات مع ضيفتنا من القاهرة الباحثة في الشؤون الإيرانية دكتورة هدى رؤوف. أهلا وسهلا بك دكتورة إلى سكاي نيوز عربية وغرفة الأخبار. بداية هذا التقرير الذي جاء في هذا التوقيت برأيك كيف يمكن أن ينعكس على المحاولات الإيجابية الدافعة في فيينا للعودة إلى الاتفاق النووي؟ تحياتي سيادتك والسادة المشاهدين. بالطبع هذا التقرير ليس أول تقريرا من الوكالة الدولية تناول الانتهاكات التي تقوم بها إيران بشأن التزاماتها في الاتفاق النووي. وقد كما أشرت حضرتك تم توقيع أو عمل شكل من الاتفاق المؤقت بين الوكالة الدولية وإيران على أساس ضمان التزام إيران بالتزاماتها إلى حد ما. لكن طبعا أنا في تصوري أن التقرير لن ينعكس سلبا على سير مباحثات فيينا الجارية الآن والمنعقد عقد جولة منها أخرى في الأسبوع القادم، وذلك لأن في تصوري أن جميع الأطراف تريد الجلوس للتفاوض مرة أخرى، وبالتالي هذا التقرير أو تقرير الوكالة ربما ينعكس سلبا في حال إذا كان سيتم رفعه إلى مجلس الأمن فيما بعد على اعتبار أنه توثيق لانتهاكات إيران في الاتفاق. لكن أنا في تصوري أن التقرير بتقف حدوده عند فقط إخبار أو إعلام الدول المعنية وهو الدول الأوروبية وروسيا والصين وبالطبع أيضا الولايات المتحدة بشأن الانتهاكات الإيرانية، لكن لن يتخذ على أساس أنه محمل جد، بمعنى أنه لن يفضي إلى إجراءات بشأن ضد إيران في شأن هذه الانتهاكات. دكتورة هدى، ممكن أن نفهم أنه هذا تقرير تقني يتحدث عن أمور تقنية مع إيران في الاتفاق النووي لم تلتزم بها، بينما مفاوضات فيينا سياسية، لأنه كما ذكرتي الكل يريد الجلوس إلى طاولة المفاوضات والخروج بحل سياسي. لكن هنا رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول أن انتهاكات إيران التي ترصدها وكالته بتقاريرها جعلت العودة إلى الاتفاق مستحيل بعد ما صنعته إيران من أجهزة طرد مركزية جديدة ويورانيوم مخصب. هل بات الذهاب إلى اتفاق جديد أمر حتمي حتى من الجانب التقني؟ بالطبع هي ليس فقط انتهاكات إيران للاتفاق هي ما تجعل استمرار أو العودة، مجرد العودة الأمريكية للاتفاق النووي القديم الأمر سهل، لكن يقابل هذه الانتهاكات العقوبات الأمريكية أيضا. جدار العقوبات المفروض على إيران هو أيضا يجعل من العودة للاتفاق القديم أيضا أمر صعب، وبالتالي لابد من وجود اتفاق جديد في كل الأحوال. لأن هذه الانتهاكات التي وصفتها حتى إدارة بايدن بأنها قصرت المسافة التي كانت متبقية أو التي كان الاتفاق القديم يضعها أمام إيران لامتلاك القدرات أو وقوفها على دولة عتبة نووية، لكن نجد أن إيران انتهزت فرصة العقوبات. هي تتذمر من العقوبات وتقول أنها متضررة منها وتريد رفعها، لكنها في نفس الوقت استغلت هذه العقوبات حتى تجري مزيد من الانتهاكات التي تقلل من الوقت اللازم حتى تكون إيران على عتبة دولة نووية. وبالتالي كل هذه الأوضاع سواء رفع العقوبات أو الانتهاكات الإيرانية كلها تجعل الاتفاق القديم غير سهل العودة له. أيضا السياق الإقليمي يفرض أوضاع جديدة تتطلب اتفاق جديد، وهو الذي يشمل كما نعلم جميعا التدخل الإيراني في الملفات الإقليمية أو منظومة الصواريخ الباليستية. هناك أيضا تدهور العلاقات مع إسرائيل الذي يحدث حرب السفن الآن بين إسرائيل وإيران. كل هذا يقول أن الأمر لا يشمل فقط العودة للاتفاق القديم. صحيح. دكتورة هدى، هنا برأيك الوكالة طهران لم تنسحب من الاتفاق النووي بعدما انسحبت أمريكا منه، لأنها حاولت أن تعتمد على أوروبا وعلى آليات أوروبية من أجل البقاء على ولو شعرة للعلاقات. لكن برأيك لماذا لم تنسحب إيران؟ حتى الآن انتهكت الإيران، ألم يكن من الأفضل أن تنسحب كرد فعل على أمريكا بدلا من أن تسجل على نفسها في تقارير الوكالة الدولية أنها تنتهك اتفاقا ما زالت ملتزمة به نظريا؟ كما أشرت حضرتك مثلا أن مباحثات فيينا سياسية، خلينا نضع بعض الملاحظات. مثلا فكرة انضمام إيران للاتفاق النووي والانتهاكات وتقرير الوكالة، أريد بس أن أضيف نقطة هنا أن ربما تقرير الوكالة ضد الانتهاكات الإيرانية ربما إذا تعنتت إيران يتم
تفعيلها بحيث انها يتم رفعها الى مجلس الامن، وبالتالي هذا بيعني عوده العقوبات الامميه وليست الامريكيه فقط. وبالتالي هذه التقارير قد تستخدم في وقت ما في مواجهه ايران. نعود بقى لاهداف ايران من الاتفاق النووي. ما الذي يجعل ايران ما زالت متمسكه بالاتفاق النووي رغم انتهاكاتها ورغم العقوبات الامريكيه المفروضه؟ هي نفس الاسباب التي دفعتها منذ البدايه للدخول في مفاوضات مع دول الترويكا الاوروبيه الثلاث ثم الولايات المتحده. نحن نعلم ان هذا الاتفاق كان نتاج مفاوضات لعشر سنوات، وما هو السبب في ذلك؟ ان ايران تريد ان تعود مره اخرى لتندمج في المجتمع الدولي، تريد ان تندمج اقتصاديا، تريد اعتراف القوى الغربيه والامريكيه بالذات بمصالحها في المنطقه، وبالتالي ايران هي تريد الا تعتبر او تعامل كانها دوله مارقه من دول محور الشر كما صنفها جورج بوش الابن من قبل. وبالتالي ايران الاتفاق النووي بيضمن لها انها ملتزمه باتفاق متعدد الاطراف مع قوه دوليه، وبالتالي هي دوله تحظى بالشرعيه والقبول الدولي. هذا ما تريده ايران. تريد ايضا طبعا الفوائد الاقتصاديه من الاتفاق، وهذا ما اوضحه حتى خامنئي على موقعه الالكتروني منذ ايام حينما تحدث عن انه لا يريد فقط رفع العقوبات وانما يريد تحقيق ضمانات لعوده الاستثمارات مره اخرى. اشكرك شكرا جزيلا ضيفتي من القاهره الباحثه في الشؤون الايرانيه الدكتوره هدى رؤوف.